السلام عليكم. بعبارات مؤثرة ونفس صابرة ومحتسبة، تحدثت والدة الطفل يانيس حسيني عن وفاة فلذة كبدها. قالت والدة حسيني: ابني ملاك ومثواه الجنة، أشكر الشعب الجزائري الذي وقف إلى جانبي في هذه المحنة التي ألمت بي. وأضافت تقول: إذا كان مقدر لابني أن ينتقل لجوار ربه فمرحبا بقدر الله، وإن تسبب أحد في موته فلن أضيع حقه. كما توجهت كل من جدته وعمته بالشكر لكل من ساهم في البحث عن ابنهم لأربعة أيام على التوالي دون توقف. وقد عثر ظاهرة أمس الجمعة على جثة الطفل المختفي يانيس بين أشجار وأحراش غابة قرية إيجيل موحو، ووجدت غير مكتملة، ما يرجح فرضية أن الذئاب والحيوانات المفترسة قد نهشتها. وعثر عليها عن طريق كلب مدرب مختص في تقفي الأثر تابع للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو. إنا لله وإنا إليه راجعون.